كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. منها خلقناكم وفيها نعدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم للأجر والثواب، وفيها نعدكم للدود والتراب، ومنها نخرجكم للعرض والحساب. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى ملة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يا قدرتك جاؤيا، يا قدرتك جاؤيا، يا قدرتك جاؤيا، يرحمك الله. ذهبت عنك الدنيا وزينتها، وصرت الآن في برزخ من برازخ الآخرة. فلا تنس العهد الذي فارقتنا عليه في دار الدنيا وقدمت به إلى دار الآخرة، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله. فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وبأمثالك من أمة سيدنا محمد، فليزعجاك ولا يرعباك، واعلمي أنهما خلق من خلق الله تعالى كما أنت خلق من خلقه. فإذا أتياك وأجلساك وسألاك وقالا لك من ربك ومن نبيك وما دينك وما اعتقادك وما الذي مت عليه، فقول لهما الله ربي. فإذا سألاك الثانية فقول لهما الله ربي. فإذا سألاك الثالثة وهي الخاتمة الحسنى فقولي لهما بلسان طلق بلا خوف ولا فزع، الله ربي والإسلام ديني وسيدنا محمد النبي والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والصلوات فريدتي والمسلمون إخواني وإبراهيم الخليل أبي، وأنا عشت ومت على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. تمسك يا أمة الله بهذه الحجة، واعلمي أنك مقيمة بهذا البرزخ إلى يوم يبعثون. فإذا قيل لك ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وفي الخلق أجمعين، فقولي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من ربه فاتبعناه وآمنا به وصدقنا برسالته. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. واعلمي يا أمة الله أن الموت حق، وأن النزول القبر حق، وأن سؤال منكر ونكير فيه حق، وأن البعث حق، وأن الحساب حق، وأن الميزان حق، وأن الصراط حق، وأن النار حق، وأن الجنة حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ونستودعك الله. اللهم يا أنيس كل وحيد، ويا حاضرا ليس يغيب، آنس وحدتنا ووحدتها، وارحم غربتنا وغربتها، ولقنها حجتها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتينا بعدها، واغفر لنا ولها، واعف عنا وعنها وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا كنش نعم. رب العالمين رحمه خالد رحمه خالد خدا عفو مغفرت بك خدا صبر دي ما يشون ويدونه خد حقه في حرمته دا چت بيجي خدا خير هوا مزون بك پیغمبر خودت بيجي قد قر موتاكم بالخير خد دائما اگر مريه هوا چه بين قنجيه وهبن بحثا قنجيه وبك هكا خرابيه وهبن بحثا نكن دقنهن نبن شاهد عذاب جوارنه هكا اون بحثا قنجيه وبكن هون دبن شاهد قنجيه شهد بينا هوا رب العالمين في جنته بيوا بجا رب العالمين قبره بكي بخش جنته راضي بينا خدا سر رحي وسر قبره وبي يمايشون داشي خدا صبر سبحي بده سر قلب حمي آئله يا ربي خدا محمي و تب داريس بي ايمان كامل توبدار سر وادو بي جاردش رحي ويران فاتحة خود خیر هوا همیا مزون که رحمه خود الهوا و دیبا به هوا همیا به